باخد من الاغنياء وبعطي إذن الفقراء. الحديث مع دكتور قاسم عبد العزيز كمل حتى بوقت البريك. دكتور عبد العزيز النائب منذ العام 2005 والمرشح على لائحه تيار المستقبل بالضنية، كنا عم نحكي عن انه الناس بنهايه المطاف يمكن مقتنعة بالشعارات 8 و14 كل واحد من ضفته، بس بالنهاية الهم المعيشة، هم الصحة، هم الرغيف هو اللي رح يجمعها. الأكثرية والأقلية المقبلة بمجلس النواب كيف بتعتقد رح تكون دكتور عبد العزيز؟ على أي أساس؟ اليوم حننتظر نحن نتائج الانتخابات ونشوف شو حتحصد كل لائحة وشو حتكون حصة كل كتلة برلمانية. الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة حتفرز أكثرية ومعارضة. كما يبدو أنه مثلا الشيخ نعيم قاسم سئل عن تسمية رئيس الوزراء المقبل ما كان عنده جواب باتجاه الرئيس الحريري، وأيضا امبارح دكتور سمير جعجع، هل نحن بصدد مخاض عسير لتسمية رئيس حكومة ولبعدين تشكيل الحكومة؟ أنا بدي أقول يعني أثناء الأزمة اللي مر فيها الرئيس الحريري في نيسان الماضي كان واضح للقاسي والداني للبنان المقيم والمغترب للدول العربية والأجنبية أنه الشيخ سعد الحريري ضرورة وطنية لبنانية. شوفي كيف يعني أثر هو برجالات دولية كثيرة بقرارات دول، ماكرون، ميركل، ترامب، تيريزا ماي، بوتين، كلهم يعني كانوا عم يسألوا عن مصير الرئيس الحريري ويطمنوا عليه ليطمنوا على البلد. الرئيس الحريري يعني صار محط أنظار العالم، مش بس محط أنظار اللبنانيين. وضعه اليوم ضرورة للبنان، مركز ثقل للبنان، وضرورة لتنظر الدول على استقرار لبنان من منظار وجود الرئيس الحريري في هذه السلطة. اليوم احترام لكل المرشحين ليكونوا رؤساء حكومة في بعد الانتخابات، ما حدا منهم عنده هالعلاقات العربية والدولية الموجودة عند الرئيس الحريري، ولا حدا عنده هالاحتضان الشعبي اللي عنده اياه الرئيس الحريري في كافة المناطق اللبنانية. وتيار المستقبل منه حزب مذهبي او مناطقي، تيار المستقبل موجوده على امتداد الوطن، وسعد الحريري عنده فريق عمله من كل المذاهب، من كل الطوائف. والشيخ سعد الحريري عمره ما كان طائفي او مذهبي. ماذا عن تشكيل الحكومه؟ يعني من هلا بدا الحكي عن هالحقيبه لهالمرجعيه وهالحقيبه لمرجعيه، كمان هل بتخاف انه نكون امام اشتباك بموضوع الحقائب الوزاريه في الحكومة الجديدة؟ أنا بقول ممكن يكون في شد حبال أو تجاذب، بس أكثر من هيك ما حيصير. بالآخر حتتشكل حكومة، وحيكون الحكومة يعني التمثيل الوزاري فيها حسب ما جاءت النتائج الانتخابية. ما هي أول مهمات الحكومة الجديدة أو المرحلة المقبلة؟ أي أولوية تتطلبها من بعد 6 أيار؟ الاستقرار، تأمين فرص العمل، الحفاظ على العملة اللبنانية، تلبية طموحات الشباب. يعني اليوم نحن الناس شو بدها؟ بدها تدرب بلدي، تعلم اولادي، تأمن لهم طبيبة، يكون في استقرار بالبلد، في امان. وهذا ان شاء الله بده يكون بالحكومة الجاية لرئيس سعد الحريري. بدي أسألك هيك مجموعة أسئلة بشكل سريع جوابها. هل أنت مع إلغاء الطائفية السياسية دكتور قاسم عبد العزيز؟ يعني إلغاء الطائفية السياسية بده خطوات تمهيدية لقبل. نعم. إلغاء الطائفية السياسية مطلب شعبي ولبناني بامتياز لكل الطوائف اللبنانية وكل المناطق، ولكن ما فيك تلغي الطائفية السياسية بكبسة زر. إذا ما سبقتها خطوات. بدك إلغاء من النفوس قبل النصوص، بدك ناس تتعود انه هالطبقه السياسيه اذا لغت الطائفيه السياسيه تكون انضج وتكون عارفه مشاكل الوطن. شيء هلا بكبسه زر ما بتصير. لا. هل انت مع تخفيض سن الاقتراع لعمر 18؟ بالتاكيد، لانه انا طبيب اطفال، واليوم لما بمر
بمعارك يعني جولات الانتخابيه بلاقي الشباب اللي انا يعني حكيمهم، وكانوا يجوا على عيادتي يقولوا لي نحن يا ريت فينا ننتخبك، يا ريت فينا ننتخبك يعني. وانا بحب يكون سن الاقتراع. هل انت مع فصل النيابه عن الوزاره؟ يعني بعتقد ان فصل النيابه عن الوزاره يعني بالشكل كل العالم معه بالمضمون، في ناس نواب بيحبوا ويطمحوا يكونوا وزراء كمان، ولكن هذه بيعود للاحزاب السياسيه وقاده الاحزاب اذا هن بدهم يرضوا اكبر شريحه من القياديين باحزابهم بدهم يعطوا مقاعد نيابيه لقيادين ومقاعد وزاريه لقيادين آخرين. سؤال اخير، انت مع منح المراه اللبنانيه الام الجنسيه لاولادها؟ انا بالتاكيد مع منح المراه اللبنانيه الجنسيه لاولادي. طبعا في هناك هواجس عند بعض الافرقاء اتمنى ان تعالج، ولكن المراه اللبنانيه ليش لا تكون عندها دونيه عن غيرها من نساء العالم بهالموضوع، يعني بهالموضوع هيدي ليش المراه السوريه او الفلسطينيه او الاردنيه او العراقيه او المصريه او الامريكانيه او الفرنسيه بتعطي جنسيه لاولادها واللبنانيه لا؟ لانه هو لبنان سبيسيال. لبنان سبيسيال والاشياء يعني الطائفيه والمذهبيه في هواجس، لا ان شاء الله بنتمنى انه تتذلل هالعقبات قدام. كلمة أخيرة لك تتوجه فيها للناخبين قبل ثلاث أيام من موعد الاستحقاق، شو بتقول لهم بالضنية تحديداً؟ أنا بحبكم وبحبكم تنزلوا يوم الأحد 6 أيار بكير وتنتخبوا بكثافة وبحماس للائحة المستقبل للخرزة الزرقاء اللي بتحمي لبنان، ونحن يعني بنتمنى إنه نكون عند حسن ظنكم، والشيخ سعد الحريري إن شاء الله حيطلع منصور مرفوع الرأس على الجبين من هالمعركة وحيفتخر فيكم وبتأييدكم للوايحه. شكرا لك دكتور قاسم عبد العزيز المرشح للائحة تيار المستقبل بالضنية، أهلا وسهلا بك، جود لك بالنسبة لنهار الأحد. شكرا للمشاهدين على المتابعة.